مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درسنا الجديد لهذا اليوم. اليوم راح ناخذ المثال رقم 3 المتعلق بالاندماج. مثال رقم 3 هو مشابه للمثال رقم 2 مثل ما تلاحظون أمامكم. التغيير اللي تم إجراءه هو تغيير سعر الشراء، أصبح سعر الشراء 320 ألف دينار، وبالتالي راح نكرر نفس الحل السابق. مطلوب من عندي سجلات شركة بغداد وشركة دجلة إنه أثبت بها قيود، فسجلات شركة بغداد راح يتم غلقها باعتبارها شركة مندمجة، فراح يتم الذهاب إلى سجلات شركة بغداد ونلغي كل أرصدتها، يعني موجوداتها نجعلها دائنة ومطلوباتها وملكيتها نجعلها مدين حتى نغلق الشركة. مثل ما تلاحظون هنا راح يتم غلق سجلات شركة بغداد بنفس الأقيام الدفترية إلها، جعلنا الموجودات دائنة والمطلوبات وحق الملكية مدينة بنفس الأقيام اللي موجودة في السجلات، فبالتالي يتم إلغائها. خطوة أخرى هو راح يتم تحديد القيمة العادلة لصافي أصول شركة بغداد القابلة للتحديد. طبعا هذا مصطلح القابل للتحديد، يعني نقصد به أنه هذه الموجودات أقدر أتصرف بها بمعزل عن باقي الموجودات، يعني يشمل كل تقريبا موجودات الشركة ما عدا شهرة المحل. فراح أخذ القيمة العادلة للموجودات المتداولة 115 والثابتة 275، مجموع الموجودات 390. إذا كانت عندي شهرة محل بشركة لا يتم الأخذ بها، ناقص القيمة العادلة للخصوم 60 ألف، هي نفس القيمة الدفترية فتعتبر نفس القيمة العادلة، وبالتالي راح تكون القيمة العادلة لصافي الأصول 330 ألف دينار. ثمن الشراء مثل ما قلنا انه هو محدد بالسؤال وبشكل واضح، وهو انه راح يتم تسديد مبلغ 320 ألف دينار بصيغ. الفرق بين كلفة الشراء وبين القيمة العادلة لصافي الأصول راح يكون 10 آلاف دينار بالسالب. هذا الفرق السالب هو يسمى شهرة محل سالبة، يعالج على انه مكاسب الشراء بسعر منخفض. الفرق السالب اللي هو شهرة المحل السالبة يعالج محاسبيا على انه مكاسب الشراء بسعر منخفض، وهذه هي المعالجة المحاسبية وفقا للمعايير الدولية والأمريكية الحديثة وكما يلي. قيد الاندماج راح يظهر بالشكل التالي: الأصول المتداولة راح أحصل عليها بالقيمة العادلة ثبتها في سجلاتي، الأصول الثابتة راح أحصل عليها بالقيمة العادلة وثبتها في سجلاتي، والالتزامات كذلك، وثمن الشراء البنك راح يسدده، وقلنا الفرق هو مكاسب الشراء بسعر منخفض هو 10 آلاف دينار. هاي المكاسب تعتبر بمثابة أرباح اعتيادية تغلق في نهاية السنة في حساب الأرباح والخسائر، تعتبر مكاسب عادية. ملاحظة هنا أنا أحب أنوه لها أنه سابقا كان يتم معالجة الفرق على أنه شهرة محل سالبة، وبالتالي شهرة المحل السالبة هذه يتم تخفيضها. طبعا ما أقدر أكتب عليه شهرة محل سالبة بجانب الدائن، لذلك يتم تخفيضها من الموجودات طويلة الأجل عدا الاستثمارات. هنا الموجودات المتداولة هذه ما تشمل هالفقرة لأن هي قصيرة بينها، يعني قلنا طويلة، فراح نلجأ إلى الأصول الثابتة، وبالتالي قيمتها العادلة كانت 275 ألف دينار، راح نخفض من عندها قيمة شهرة المحل السالبة 10 آلاف دينار، وبالتالي تظهر 265 ألف دينار، وتختفي عندنا فقرة المكاسب. يعني أنا مو كان معالجتها مكاسب شراء بسعر منخفض اعتبرتها شهرة محل سالبة، وبالتالي كانت المعالجة سابقا هو تخفيضها من الموجودات طويلة الأجل عدا الاستثمارات. لكن التوجهات الحديثة في المعايير الدولية، لا سيما مع المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم 3 الخاص باندماج الأعمال، والمعايير الأمريكية الخاصة بالفاس اللي صدرها الفاس مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي، تتضمن توجهات بمعالجة الفرق على أنه مكاسب الشراء بسعر منخفض كمعالجة محاسبية شهرة المحل السالبة.
لكن بعد فحص وتدقيق القيمة العادلة للوصول الخصوم بشكل دقيق، يعني أنت من تشوف فرق لازم تروح تتأكد، ربما القيمة العادلة فيها خطأ أو في تقييمها أو احتسابها أو قياسها. وفي عد ما نتأكد أنه هو الفرق سالب، يعني أنه دا أشتري الشركة بأقل من قيمتها، فراح أعتبر الفرق أنه هو مكاسب، وهذا يعتبر يعني نتيجة لقدرة إدارة الشركة الدامجة على قناع الشركة المندمجة بالحصول عليها بسعر منخفض عن القيمة الحقيقية إلها. شكرا لكم، ونلتقيكم في مثال قادم إن شاء الله. تحياتي لكم.